هي السيد وانت العبد، بتملي عليك املاءاتها، بتتدخل في تكنولوجيتك، بتعرف اسرارك العسكريه، بتدخل مناخيرها في كل حاجه حتى في ديونك، بتاثر على نادي باريس، بتاثر على صندوق النقد الدولي وعلى البنك الدولي. اذا في طوال 40 سنه علاقتنا مع امريكا كانت علاقه بقولا واحدا ضاره بمصر. ايه الحل اللي عمله الرئيس السيسي الحقيقه؟ انه توجه شرقا ونوع العلاقات بحيث انه يبقى، يعني النهارده السعوديه بتطرح فكره انا رأيي لم تكن تخطر على البال، انها تربط اقتصادها بالعملة الصينية. خدوا بالكم دي لم تطرح، لم تطرح. احنا بدأنا نتعامل بان هم يعترفوا بالجنيه المصري والصيني تتعامل بالجنيه المصري او الايوان الصيني، العملة الصينية. ده بيعمل ايه؟ اللي يقرا اقتصاد يعرف انه في عائلة يهودية اسمها عائلة روتشيلد، دي اللي مسيطرة على اقتصاد امريكا والعالم، دي اللي بتحدد مين رئيس امريكا. العيله دي عيله ماسونيه، العيله دي مسيطره على تلت ميه العالم، مسيطره على يعني تقريبا نصف بنوك العالم. العيله دي مش من مصلحتها عيله روتشيلد دي، يمكن العيله دي الوحيده اللي بابا الفاتيكان بيبوس ايديها، يعني كل الدنيا تبوس ايد بابا الفاتيكان لكن العيله دي يجي عندها ويبوس ايديها. وفي حتى فيديوهات وصور كتير عنها، هم عايشين في جزيره غريبه كده في قصور غريبه وبتاع، وبيحركوا العالم من الخلف. ومش من مصلحتهم، وهم بالمناسبه بيعلوا اسرائيل دائما. العيله دي بتكره روسيا، ليه؟ لان روسيا بتعمل دائما للتعامل مع الدول المستقله لكي تقوي استقلالها. طبعا السياسه مصالح. لكن احنا تجربتنا مع الروس لولا السلاح الروسي واللي طورناه بعقليتنا وذهنيتنا ما كناش انتصرنا في حرب اكتوبر. لو اعتمدنا فقط على التسليح الامريكي ما كناش انتصرنا في اكتوبر. النهارده بنفتح صفحه مع الروس ومع الصين من اجل شراكه كامله زي ما قال بوتين النهارده. اذا فانت عندك تقريبا الميزان التجاري بيخش في 6.5 مليار دولار، وده رقم. عندك 363 مشروع عملاق. عندك السياحه الروسيه لما كانت شغاله على اوجها كانت بتمثل من الدخل المصري حوالي 60% من دخل السياحه. كذا مليار دولار. فالنهارده الرئيس بيعيد مره اخرى على مائده المفاوضات اعاده السياحه الروسيه الى كامله بقى الى مصر. عندك موضوع المفاعل النووي الضبع اتكلمنا فيه، عندك التنسيق في الملف السياسي والعسكري، في الملف الامني، في الملف الارهاب، فيما يحدث في